أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الدم الخارج من الحيوان الحي مأكول اللحم، سواء من فمه أو من أنفه أو من جرح في جسده، هل يعتبر نجس أم لا؟ نعم، يعتبر نجسا إلا ما تبقى في اللحم بعد الذبح. إذا قطع لحمه وبقي في اللحم شيء من الدم، هذا طاهر، يوكل مع اللحم، لأنه يصعب التحرز منه. أما ما عدا ذلك فهو نجس، الأصل فيه النجاسة، وإنما رخص فيما يبقى في اللحم بعد تقطيعه. نعم.